قوات الأسد في قرية سيفات شمال المدينة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى لتلك القوات. كذلك الجيش الحر استهدف بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي بصواريخ الجراد. سقوط قتلى وجرحى من قوات النظام جراء انفجار صاروخ بطريق الخطأ عند إعداده لقصف مواقع للثوار على جبهة حندرات في المنطقة. العديد من قوات الأسد وقعوا بين قتيل وجريح جراء هذا الانفجار بحسب ما أفاد طبعا المكتب الإعلامي في مدينة عنادان. قصف بقذائف الدبابات لمعاقل قوات الأسد من قبل الثوار على حي الخالدية. الطائرات المروحية ألقت برميل متفجرة على حي مساكن هنانو. مع الآن من حلب عبد الرزاق النبهان الناطق باسم شبكة حلب نيوز. عبد الرزاق أهلا بك. مساء الخير سيدي الكريم لك ولمتابعينك الكرام. أولا مساء النور، أهلا بك عبد الرزاق، تفضل. أهلا بك سيدي. دعني أبدأ معك من أهم جبهات حلب المشتعلة، جبهة حندرات، حيث اليوم شهدت جبهة حندرات بين قوات النظام والثوار والميليشيات الشيعية المرافقة لقوات النظام اشتباكات عنيفة، وقد قام الثوار بقتل 4 عناصر من قوات النظام إثر استهدافهم بالمدافع والصواريخ في قرية سيفيات. وقد قتل اليوم أيضا العديد من قوات النظام جراء انفجار صاروخ فيل كانوا يعدونه لقصف مناطق الثوار بحندرات. طبعا أود أن أنوه، أصبح معروف لدى الجميع مشاركة قوات شيعية بمساندة قوات النظام من مختلف بلدان العالم تقاتل على جبهة حندرات. هدف هذه القوات محاصرة، ليس فقط محاصرة مناطق الثوار ومحاصرة مدينة حلب، بل الوصول إلى مدينتي نبل والزهراء الشيعيتين، حيث قام الثوار اليوم باستهداف بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين بصواريخ الجراد، وقد سقط العديد من القتلى بينهم، بالإضافة إلى جبهة الراشدين حيث جرت اشتباكات عنيفة بين الثوار على جبهة الراشدين جمعية الزهراء، وسقط خلال الاشتباكات أيضا قتلى لقوات النظام. نعم أشكرك طبعا سيدي الكريم. طيب تفضل عبد الرزاق. بالنسبة لموضوع جبهة حندرات باختصار لو سمحت، النظام دائما يحاول سيدي الكريم، النظام دائما يحاول السيطرة والتقدم على جبهة حندرات لمحاولة محاصرة حلب. طبعا قوات النظام هم في الصفوف الخلفية من هذه الجبهة، في المقدمة هم قوات شيعية تقاتل، هدفها الوصول إلى قريتي نبل والزهراء. نعم أشكرك جزيل الشكر عبد الرزاق النبهان الناطق باسم شبكة حلب نيوز، حدثنا من حلب. نعود مشاهدينا الكرام لنستطلع